إذن كابتن محسن، النادي الأهلي يفوز كما كان متوقعا أو كما كان مرغوبا ويصعد إلى المباراة النهائية. أعتقد الشوط الثاني كان أفضل بكتير من الشوط الأول، كان عندنا تهديد كتير الشوط الأول على مرمانا، الضربات الثابتة شكلت خطورة على النادي الأهلي في الشوط الثاني، ولكنه كان هناك تماسك وأيضا التغييرات ممكن تكون عملت مفعول جيد للنادي الأهلي. يعني الحمد لله بنبارك للأهلي وجماهيره هذا الفوز الصعب اللي توقعناه كلنا أنه يكون صعب. صحيح. سيناريو متكرر للقاءات الأهلي مع سيراميكا، لم يتغير نفس أحداث هذه المباراة حدثت في المباريات السابقة مع بعض التغير، أنه هذه المباراة يعني كبداية موسم هذا شيء متوقع. نعم. يعني اللي بيتكلم على اساس انه الاهلي مستوى في هذه المباراه بعد ال 15 دقيقه من الشوط الاول ثم اختفاء وتراجع وتمريرات قاطعه ومقطوعه وترك مساحات وفي الوسط عمق مكشوف امام فريق سيراميكا، ده سببه ان احنا في بدايات موسم. حد هيقول لي طب لا الاهلي مش في بدايه موسم، الاهلي عمل فتره اعداد ولعب مبارتين افريقيتين ولعب سوبر الافريقي او السوبر الافريقي المصري او نعم. مباراه الزمالك مع الاهلي، لكن بينهم كان في راحات وراحات طويله. نعم. بعد مباراه الزمالك تحصل الفريق على اجازه طويله ثم نعم. عاد تدريبات على عدد اصابع اليد لا نعم. تكفي للوصول الى الفورمه. انا شايف انه الفريق ما وصلش للفورمه بتاعه حتى الان بسبب نعم. هذه الاجازه الطويله وعدم الاستعداد الكافي لهذه المباراه. ايضا نفس الكلام يتقال على فريق سيراميكا ان نعم. هو ظهر بشكل جيد بعد ربع ساعه وطوال الشوط الاول وجزء كبير من الشوط الثاني، الا انه تهاوى في الشوط الثاني نعم. نظرا لعدم اكتمال الجاهزيه. كتير من الفرقتين كلها تقريبا تقلصات عضليه يعني. وهذا نعم. ده الشيء الطبيعي انك نعم. انت تلعب مباريات يعني مهمه وصعبه في بدايه الموسم. نعم. جرت العاده انه بيكون التدرج في اقامه المباريات اول اربع خمس مباريات في الموسم نعم. ثم الفريق يدخل في الفورمه عندما نعم. يدخل في مسابقات او مسابقات او لقاءات يعني مصيريه بجانب الاجهاد العضلي هناك الاجهاد النفسي.